إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي القسم الأول من الأصول الثلاثة وهو المسائل الأربع، وقلنا المسائل الأربع هي سورة العصر. نعم. الحمد لله في بعض شيخ الغاية في پہلے درس میں ہم نے جو ہے پہلی قسم اس متن کی پڑھی ہے وہ مسائل اربع ہے جس کی جو سورة العصر کے اندر موجود ہے. نعم. ايضا اخذنا القسم الثاني المسائل الثلاثة، وقلنا المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. اور یہ بھی ہم نے پڑھا مسائل ثلاثة، اور یہ مسائل ثلاثة اصول ثلاثة سے الگ. نعم. وعرفنا التوحيد شرعا واخذنا انواع التوحيد الثلاثة كذلك. اور توحید کے بارے میں ہم نے جانا کہ توحید کیا ہے، اور توحید کی تینوں قسموں کے بارے میں بھی ہم نے جانا. نعم. و كذلك ذكرنا في القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد. اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ توحید کو ہمیں کیوں پڑھنا ضروری ہے. نعم. الآن وصلنا إلى القسم